نروح للاستاذ الدكتور محمد فهيم رئيس مركز ومعمل التغيرات المناخيه. برحب بيك يا دكتور، تحياتي لحضرتك يا فندم. صباح الخير استاذ عاصم. صباح الخير استاذ عبيد. صباح الخير يا دكتور. ربنا يخليك. لعل حضرتك بخير يا فندم. قول لنا بقى اخبار الطقس يا فندم خلال هذا الاسبوع، واهم النصائح اللي ممكن نقدمها لاخواننا الفلاحين والمزارعين في جميع محافظات الجمهوريه يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ما هو متوقع خلال منتصف هذا الاسبوع؟ نعم. الصوت واضح؟ اه واصل لينا يا فندم، اتفضل حضرتك. طيب، ما هو متوقع ان في حاله مناخيه استثنائيه، ده امتداد للظروف المناخيه الموجوده في اوروبا دلوقتي، موجود انخفاض حاد في درجات الحراره وعواصف ثلجيه بتعم كل اوروبا للاسف. امتدادها هيبقى في منخفض متعمق هيجي حوالين مصر وبعض الدول العربيه. اهم ما ظاهره ان في انخفاض حاد في الحراره، وفي امطار متوقعه يوم 16، يوم الثلاث اللي جاي ويوم الاربع اللي جاي ان شاء الله. تمام. امطار غزيره شويه، انها واحد الساحل الشمالي هتمتد للدلتا ومناطق القاهره وجزء من مناطق شمال الصعيد، انا بتكلم على يوم 16 و17. وفي بعض الرياح على يوم 17 هتكون قويه شويه ناحيه الظهير الصحراوي. وكمان في انخفاض في الحراره، زي ما قلت حضرتك ان هيوصل ليه انخفاض حاد في الحراره ليلا ونهارا خلال 16 و17 و18 حتى يوم 20 او 21. هذا الانخفاض هو انخفاض مميز شويه، لان بيوصل درجات الحراره بالنهار حوالين 10 درجات، وهو شديد البروده نهارا بعد فتره دفء كبير تخللت كل الشتاء عام 21 من بدايه شهر 12 اللي فات حتى الاسبوع اللي احنا فيه، ما زال الدفء هو السائد. ده اهل كتير من الزراعات الموجوده وخاصه زراعات الفاكهه انها دخلت في موسم النمو بسرعه. تمام. فانا عندي بعض الاحتياطات المهمه جدا، واتمنى بس يكون وقت حضرتك يسمح. اتفضل. ان احنا نقولها طبعا بسرعة. اتفضل يا دكتور، اتفضل يا فندم. بالنسبة لزراعات الفاكهة، أنا بتكلم على العنب المبكر بالتحديد، وده مهم جدا لأن إحنا بنصدر كمية كبيرة من هذا العنب لأوروبا. جميل. العنب ده اتخرج وبالذات في حصل له تخريج، يعني حصل إنبات للبراعم الخضرية وبقى في ورق بطول حوالي 10 سنتي الفروع الجديدة. الفترة دي بيكون حساس جدا جدا لأي انخفاض في الحرارة، وللأسف ده المتوقع خلال منتصف هذا الأسبوع. فكل مزارعي العنب خلال هذه الفترة يرش رشة بالكبريت المكروني أو بمركب اسمه البوتاسيوم فوسفيت أو اسمه أحادي فوسفات البوتاسيوم. المركب ده مهم جدا، يعمل عملية تدفئة نوعية لكل العنب اللي نبت أو اللي طلع مجموع خضري فيه. ده البند الأول. البند الثاني إن يكون فيه عناية كبيرة جدا بموضوع الري. لا يجب أبدا تحت أي حال من الأحوال من بداية يوم الثلاث إن تكون الأرض ناشفة تحت الزراعات، سواء كان العنب، سواء كان المانجا، سواء كان الخضار، حتى المحاصيل الحقليه زي البنجر والقمح والفول. مهم جدا يكون في رطوبه معقوله تحت النباتات خلال هذه الفتره، لان مع الانخفاض الكبير في الحراره احتمال يتكون بعض الصقيع، لان كمان متوقع من ضمن الحاله المتوقعه ان في تساقط للثلوج ولاول مره في مصر من فترات طويله جدا. يبقى في تساقط، مش البرد، مش حبات البرد اللي بتنزل دي، لا، تساقط للثلوج على مناطق شرق القاهرة ومناطق البحر الأحمر، السويس، المناطق طبعا وسط وجنوب سيناء. كل المناطق دي معرضة، متوقع أن تعرض يوم 17 يوم الأربع للتساقط بعد الثلوج مع انخفاض حاد في الحرارة زي ما قلت حضرتك. فده كله بيستوجب على مزارعي الفاكهة يعملوا التوصيات اللي قلنا عليها. يفضل مزارعي الخضار اللي تحت الأنفاق، وده تاني فئة من المحاصيل بتكون حساسة جدا للظروف دي للأسف. بسبب الدفء اللي حصل في شتاء السنه دي كتير من هذه الزراعات كبر، يعني لامس البلاستيك لدرجه ان في بعض المزارعين شالوا بلاستيك الانفاق. فانا بقول ترجعوا البلاستيك تاني من يوم الثلاث اخر النهار، يكون كل المحاصيل دي متغطيه، حتى لو كانت المجموع الخضري لامس البلاستيك وطلع بره السلك. لو حصل للاطراف بتاعته مشاكل احسن ما يحصل له كل مشاكل بسبب انخفاض الحراره من يوم ال 16 و17 و18. فده البند رقم 2 مع الاعتناء الكبير جدا برش كبريت المكرونه للتدفئه او البوتاسيوم فوسفيت برضه، مع وجود الري الدائم لكل هذه الزراعات. بالنسبه لباقي الزراعات وخاصه المحاصيل الحقليه والخضر المكشوفه، الطماطم وغيره في جنوب مصر ووسط مصر، ده يفضل ده ان يكون في رشه بحاجه اسمها سيليكات البوتاسيوم، ودي من ضمن المركبات المهمه اللي بتعمل تدفئه للنباتات. ودائما وابدا يكون في
ميه رطوبه ارضيه كافيه حوالين النبات. يعني في ريه مهمه يوم 16، في ريه مهمه يوم 15 او 16 لكل الزراعات الموجوده، سواء كان بالتنقيط او سواء كان ري بالغمر. طيب دكتور محمد، يمكن احنا بنلاحظ النهارده كان في شبوره كثيفه، وده بيؤدي لسقوط بعض قطرات الندى على النباتات، يعني ده بيؤثر، هل في تاثير مباشر على الزراعات المختلفه، وايه النصائح اللي ممكن تنصح بها كل اخواننا الفلاحين المزارعين وتحديدا في موضوع الشبوره الكثيفه ده؟ الشبوره الكثيفه بينتج عنها مظهرين مهمين جدا لكل النباتات. المظهر الاول ان زياده الرطوبه الحره، يعني الشبوره زي ما حضرتك بتقول بتتكثف لقطرات ميه، صحيح، لدرجه ان المزارع بيلقى ان في الندى موجود لغايه الساعه 10 و11 الصبح والظهر، بيستمر الندى موجود، يعني كل الزرع مبلل بالميه، ودي للاسف ظروف مناسبه جدا لانتشار الامراض الفطريه، وكثير من المزارعين اشتكوا الفتره اللي فاتت على بعض الامراض زي تبقع السبوري على البنجر واللفحات المتاخره على الطماطم والبطاطس وتبقع البكتيريا على الطماطم من تحت الانفاق، وكثير من الامراض المحبه للرطوبه انتشرت، فيفضل يكون في رشه سريعه لكل هذه الزراعات النهارده او بكره بالتحديد. المهم يكون في 3 4 ايام فاصل ما بين دلوقتي وما بين المطر المتوقع عشان ما يوم الثلاثاء والاربعاء المبيد. تمام ان شاء الله باذن الله. ده مهم جدا، وسؤال حضرتك مهم الصراحه، يعني الله يعزك. السبوره هتختفي مع وجود الموجه الحراره، لما بتنخفض السبوره بتختفي، السبوره بتيجي في الايام الدافئه دايما، ولكن هيحل مكان السبوره مطر، يعني برضه رطوبه حره كتير، فبعد الموجه هيبقى في كلام ثاني ان شاء الله. هنكثف توصياتنا ومعلوماتنا للمزارعين بعد انتهاء الموجه مباشره على يوم 22 او 23 ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكر حضرتك دكتور محمد فهيم. شكرا ليك الاستاذ دكتور محمد فهيم، رئيس المعمل المركزي للتغيرات المناخيه، اللي طمنا بشكل مفصل على حاله الطقس. يمكن قال عبير ان بدا من الثلاث الجاي هنشهد امطار كثيفه ممكن تكون على كافه او اغلب محافظات الجمهوريه، وتحديدا مناطق الدلتا، ده اللي هياثر بشكل مباشر على الزراعات المختلفه. ويمكن الدكتور محمد فهيم ناشد اخواننا الفلاحين والمزارعين، وتحديدا بدا من النهارده، عشان الشبوره الكثيفه اللي بيترتب عليها سقوط العديد من قطرات الندى على الزراعات والاشجار المختلفه، فبالتالي بتكون الاشجار عرضه ل او نباتات عرضه للاصابه بالامراض الفطريه، فبنصحهم ان يكون عندنا ريه النهارده ورش لهذه النباتات عشان ما يبقاش في اي مشاكل. كمان يا ريت كلنا نهتم، كل اخواننا المزارعين يهتموا جدا بمعامله النباتات وتدفئه الارض، وزي ما قال الدكتور محمد ان لازم الرشه دي علشان هيكون في صقيع، فبالتالي هياثر على النباتات.